طيب خلينا نروح للكاميرون واكمل لحضراتكم كلامي فيما يخص هذا الامر، ونروح للكاميرون للاعلامي الجزائري الشهير سيف الدين بن زردة، الحقيقه يكلمنا برضو عن مباراه الجزائر غدا ان شاء الله. استاذ سيف، ازي حضرتك يا فندم؟ وسعداء جدا بوجودك معانا. مساء الخير كابتن اسلام الشاطر، تحيه طيبه ممزوجه بكل مشاعر المحبه والاخاء للشعب المصري الشقيق. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، ودايما بنكون مبسوطين بكل اخواتنا العرب الافارقه العرب الحقيقه، وان شاء الله تبقى مباراه الجزائر بكره بدايه جيده للمنتخب الجزائري. نعم ان شاء الله كابتن اسلام الشاطر، هي مباراه المنتخب الوطني الجزائري هو حامل اللقب، ومباراه الغد ان شاء الله ستكون مباراه مهمه في بدايه مشوار الدفاع عن اللقب الذي حققه المنتخب في 2019 على الاراضي المصريه. المباراه حتى وان تكون ستكون امام منتخب يعني لديه مشاركات متذبذبه في تاريخ منافسه كاس امم افريقيا، 25 سنة لم يشارك في هذه المنافسة، ولكن كما قال اليوم المدرب جمال بلماضي في آخر ندوة صحفية نشطها اليوم رفقة قائد المنتخب رياض محرز، قال بأنه يجب احترام المنافس، يجب الدخول بقوة والحذر من المنافس، لأن في إفريقيا كل شيء ممكن، خاصة أن الظروف تختلف هذه المرة، الظروف تختلف ما بين مثلا أرض أو بلد في شمال إفريقيا عندنا ربما معاه نفس المناخ نفس العادات والتقاليد على بلد في أدغال إفريقيا كالكاميرون، لأن يعني الظروف تختلف، لهذا يجب الحذر والدخول بقوة في هذه المباراة وتحقيق البداية الجيدة لتخلينا تخلي المنتخب الوطني الجزائري يؤدي ما تبقى من مشوار في أريحية كبيرة. استاذ سيف، اولا طمنا على البعثه الاعلاميه، سمعنا ان تعرض بعض اخواتنا في الاعلاميين اللي متواجدين الجزائريين لهجوم، وسامويل ايتو المفروض ان هو راح اعتذر لهم النهارده، طمنا الاول هل الدنيا تمام والامور جيده؟ نعم الحمد لله، الاخوه الاعلاميين والزملاء الاعلاميين الجزائريين الان بصحه جيده الحمد لله وبخير، هناك بعضهم التقينا بهم اليوم في الندوه الصحفيه وتدريبات المنتخب الوطني الجزائري، كانوا بخير وفي صحه جيده الحمد لله. يعني صراحه نحن منذ ان وضعنا اقدامنا هنا بالكاميرون لقينا ترحابا كبيرا من الكاميرونيين هنا بمدينه دوالا، ربما يمكن وضع هذا الفعل أو نعم الفعل الذي تعرضت له البعثة الإعلامية الجزائرية أو بعض من أعضاء البعثة الإعلامية الجزائرية لأنه فعل معزول، الحمد لله الأمور صارت على ما يرام والآن الإخوة الإعلاميين بصحة جيدة والحمد لله. الحمد لله، وده أهم شيء الحقيقة. برضو طمنا على الأحوال بالنسبة للمنتخب الجزائري زي ما حضرتك قلت، بالنسبة للكورونا أخبار الكورونا إيه، وتوقعاتكم للمنتخب الجزائري ممكن يوصل لغاية فين في هذه البطولة؟ نعم كابتن، المنتخب الجزائري اليوم في آخر حصة تدريبية قام بها بالملحق الثاني لملعب جابوما هنا في دوالا الكاميرونية، الحصة عرفت عودة رامي بن سبعيني وكذا للتدريبات بعدما كان يعاني من يعني عياء شديد ربما خاصة بعد السفرية، ولكن لا علاقة له، وعن حصة البارحة لم يكن له علاقة بالكورونا وكذلك عرفت نعم عرفت الحصة التدريبية التحاق مهدي طهرات الذي اصيب بالكوفيد في قطر، ولكن المسحه الاخيره كانت سلبيه والحمد لله التحق بالمنتخب الوطني اليوم في حصته التدريبيه، اليوم الحصه التدريبيه غاب عنها الثنائي ادم والناس وكذلك رامي الزروقي بسبب الاصابه. ادم والناس لاعب مهم جدا اعتقد
غيابه هيؤثر؟ هي المنتخب الوطني خاصة يعني لما نقول منتخب الجزائري في عهد بالماضي يعني الغيابات في كرة القدم تكون مؤثرة، هذا شيء طبيعي. نعم. وشيء منطقي، وأنه أدم الناس هو من اللاعبين الذين يقدمون مستوى جيد مع المنتخب الوطني، ولكن لدينا البدائل، يعني لدينا البدائل في المنتخب الوطني، عندك محرز، عندك يوسف بلايلي، عندك ابراهيمي، حتى في وسط الميدان هناك الشاب الصاعد زردان، وكذلك لاعبين اخرين. غدا ان شاء الله يعني المباراة لن تكون صراحة لن تكون امام فريق يعني فريق ذلك الفريق القوي الذي يمكن له ان يوقف المنتخب الجزائري، ولكن يجب لعب المباراة بكل صرامة وبكل يعني لازم نلعب يعني بالاداء اللي نقدر نحترم به الفريق المنافس. كل التوفيق للمنتخب الجزائري بكره ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا الاعلامي الكبير سيف الدين بن زردي، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا.